كانت تشن الفصائل الفلسطينية عمليات، لكنها ربما كانت توصف بالعشوائية، تستهدف مستوطنات أو مبان، حتى ربما أماكن مدنية. هذه المرة العملية بامتياز كانت عملية عسكرية، استهدفت مطارات، مواقع عسكرية، تحصينات أيضا، واستخدمت فيها سيارات رباعية الدفع. من أين تأتى كل هذا؟ ونتحدث عن قطاع غزة محاصر من هنا البحر ومن خلفهم العدو. يعني لن ننسى هناك وسائل للمقاومة الفلسطينية، يعني تطورت قدرات وأمكانات وفرص وأدوات هذه المقاومة. يعني احنا ما نعرف بالضبط من أين، كيف وصلت هذه الأسلحة، كيف تطورت هذه القدرات العسكرية واللوجستية. كيف قالت أنها عد لها لأشهر أكيد مضت؟ أكيد لديها أدوات ولديها قدرات. يعني أيضا هناك دعم بالتأكيد إقليمي خارجي. لا ليس لدينا معلومات دقيقة أين ستذهب الأحداث، لكن هذا التحول النوعي ممكن يوسع من دائرة المواجهة الكبرى بين الطرفين ويدخل أطراف إقليمية بالحرب. يعني ممكن إيران يعني تدخل طرف إذا ما ذهبت إسرائيل إلى توجيه ضربة إلى إيران انتقامية، لأن بالنهاية هذه الأسلحة التي تستخدمها حماس هي من موارد إيرانية. مستشار المرشد الإيراني للشؤون الحربية أعلن عن دعم إيران للفلسطينيين وللفصائل الفلسطينية ودعم عملية طوفان الأقصى، لكن السؤال، هذا الدعم إلى أي مدى ممكن أن يصل؟ أعتقد أن الدعم العسكري اللي موجود إلى حماس منذ عقود، يعني وليس بالحديث، يعني التسليح، الصواريخ، الراجمات، الدعم المادي، الدعم الاستراتيجي، هناك تحالف بين حماس وبين ولاية الفقيه. فاليوم بالنسبة ولم يكن سرا أيضا وحتى علنا، يعني زيارات قيادات حماس إلى طهران، اجتماعاتها بالقيادات الإيرانية واضح. والأسلحة اللي تستخدمها حماس في غزة ليس الآن لكن من فترة طويلة هي أسلحة ذات أصول إيرانية، ويتم تصنيع هذه الصواريخ أيضا في غزة عبر نقل التكنولوجيا العسكرية الإيرانية. إذن هذه المشكلة ممكن وجود إيران كطرف ووجود حزب الله أيضا كطرف في المواجهة إضافة لحماس ممكن يوسع من دائرة المواجهات العسكرية من لبنان إلى توقيت هذه العملية. يا دكتور، هل تعتقد أن لإيران دور فيه، سيما إذا ما نظرنا للمباحثات الإيرانية الدولية في سياق النووي الإيراني الذي توقف عند نقطة معينة؟ نعم، شوف، يعني إيران باستمرار تمتلك سياسة خارجية مزدوجة، السياسة الخارجية للحكومة، وزير الخارجية، التصريحات معتدلة، إعادة العلاقات مع السعودية، مع مصر، مع السودان، مع المغرب، تهدئة الإمارات، العودة العلاقات مع البحرين إلى آخره. لكن في نفس الوقت خطاب المرشد الأعلى الإمام خامنئي مختلف تماما. هو خطاب الثورة، هو خطاب الحرس الثوري، هو خطاب المواجهة مع الاستكبار، المواجهة مع الشيطان الأكبر. إذا نحن أمام خطابين، خطاب وزارة الخارجية الحكومة الإيرانية خطاب معتدل ينسجم مع القانون الدولي أو غيره، لكن في الواقع الخطاب الأساسي الجوهري لإيران الإسلامية هو خطاب ولاية الفقيه، وخطاب ولاية الفقيه هو خطاب متحالف مع حماس، وهذا التحالف ليس بالجديد. يعني على العكس، يعني تشكل إيران يعني قوة داعمة لحماس ومساندة في العمليات العسكرية لحماس.